بعض المرضى بيجي لهم أعراض تتمثل في وجود ألم وحرقان وتنميل في السطح الخارجي والأمامي للفخذ. يا ترى إيه سبب الأعراض دي وإزاي بيتم علاجها؟ أهلا بيكم، أنا الدكتور هشام عبد الباقي، استشاري جراحة العظام والمفاصل في جامعة عين شمس. في جسمنا عصب اسمه العصب الجلدي الفخذي الوحشي، واسمه بالانجليزي The lateral cutaneous nerve of the thigh. العصب ده بيطلع من جنب العمود الفقري وبينزل في الحوض، وبعدين بيعدي من تحت رباط موجود في أعلى الفخذ ويكمل وينزل على الجزء الأمامي والخارجي للفخذ. العصب ده عصب حسي، يعني وظيفته الوحيدة هو أنه بينقل الإحساس من الجلد في المنطقة دي اللي هي في الجزء الأمامي والخارجي للفخذ وبيبعتها للمخ. واحيانا بيحصل ضغط على العصب ده، وخصوصا في المكان اللي بيعدي جنب عظام الحوض تحت الرباط اللي موجود في اعلى عظمه في اعلى الفخذ. ومن العوامل اللي بتؤدي للضغط على العصب ده هو وجود زياده كبيره في الوزن، خصوصا لو كان فيه كرش، وفي المرضى اللي بتقف لفترات طويله، او لو المريض بيلبس ملابس ضيقه او احزمه ضيقه، دي ممكن تضغط على العصب برضه. برضو مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بالمشكلة دي، لأن مرض السكر بيأثر على الأعصاب الطرفية. كمان الأعراض دي شائعة في فترة الحمل نتيجة ضغط البطن على العصب في الجزء العلوي من الفخذ. في الحالات دي عادة المريض بيشتكي من ألم وحرقان وتنميل في الناحية الخارجية والأمامية من الفخذ بتوصل لحد الركبة، وفي أغلب الحالات دي بتبقى موجودة في ناحية واحدة بس من الجسم مش في الناحيتين. والأعراض دي بتزيد لو المريض وقف أو مشي لفترة طويلة أو لبس ضيق عليه شوية. والأعراض بتتفاوت في شدتها في الحقيقة من مريض للتاني، أوقات بيبقى الألم شديد ومستمر، وأوقات يبقى الألم متقطع ومش مسبب ألم كبير للمريض. طيب إزاي بيتم تشخيص المرض ده؟ التشخيص في الحالات دي بيعتمد أساسا على فحص الدكتور للمريض وسؤاله عن تاريخه المرضي وإذا كان في أي إصابات قبل كده، والدكتور في الحالات دي بيفحص الإحساس في الجلد في الفخذ على الجهة المصابة ويقارنها بالإحساس في الجهة السليمة. وأوقات الدكتور ممكن يطلب أشعة أو رسم توصيل أعصاب للتأكد من أن مفيش سبب تاني للأعراض اللي بيشتكي منها المريض. طب إزاي بيتم علاج ألم الفخذ المزلي اللي هو اسم المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ أهم شيء هو علاج السبب، يعني لو مريض عنده زيادة كبيرة في الوزن فبننصحه أنه يقلل وزنه، ولو المريض بيلبس ملابس ضيقه او احزمه ضيقه بننصحه انه يلبس ملابس واسعه. بالاضافه لكده بنعالج المريض بالادويه والدهانات الموضعيه المضاده للالتهابات وبالادويه اللي بتساعد على تحسين وظيفه الاعصاب. ولكن لو المريض ما تحسنش بدرجه كافيه بالعلاجات الدوائيه ممكن يحتاج ياخد حقنه كورتيزون موضعيه في مكان انضغاط العصب. ولكن في حالات قليلة جدا مش بتستريح حتى بعد حقن الكورتيزون، وفي الحالة دي بيتم اللجوء للجراحة لتوسيع مجرى العصب ورفع الضغط اللي موجود عليه. ولكن بصفة عامة فمشكلة ألم الفخذ المزلي دي مشكلة بسيطة ملهاش مضاعفات خطيرة، وعلاجها بيكون من غير جراحة في الأغلبية العظمى من الحالات. مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية.